retro side sedimentation. سيديمنتيشن يا جماعه معناها ترسيب، سيديمنتيشن معناها مين؟ ترسيب. والريس سايد هي كرات دم حمراء. ريت هي المعدل، يبقى ريت طالما قلت يا جماعه معدل يبقى اكيد الشيء دوت له علاقه بالزمن، له علاقه مين؟ بالزمن. فالكروسايد سيديمنتيشن ريت، الكروسايد سيديمنتيشن ريت دي اللي هي بالعربي نسميها سرعه ترسيب الدم. دي اي يعني انتوا كدكاتره ان شاء الله بنحتاج للاختبار ده. لما يكون واحد هنعمل له عمليه مثلا وخايف، ما ينفعش يا جماعه نعمل عمليه وفي انفلاميشن وفي التهاب يعني او في انفكشن او كده، ما ينفعش. فلازم نشوف الاول ال الشخص ده ما عندوش انفلاميشن حاجه زي كده، ما عندوش التهاب قبل ما نعمل له عمليه. فبنعمل له نقول له روح المختبر واعمل لي حاجه اسمها سرعه ترسيب. لو لقيناها نورمال خلاص نتكل على الله. عاليه نضطر ناجل العمليه او ندي له علاج. طبعا هي لها استخدامات ثانيه اقول عليها بعدين. المهم ايه الفكره بتاعت سرعه الترسيب دي؟ حتى ده من اسمها يعني، من اسمها يعني من من من, من اسمها كده ان الار بي سيز هتترسب ويسيب بلازما فوق. يعني هي العنوان مفسر نفسه. فالاتصالات متشال ريت نقول لك دي اللي هي الهاي اوف كلير، هاي اوف كلير بلازما اون توب اوف ار بي سي ليفل. ار بي سي ليفل تقول لي طبعا انا مش فاهم حاجه. ما انا بجيب يعني هي ببساطه يا شباب بجيب دم بلاد، بس البلاد ده بكون مثلا في انبوبه مثلا وحاط انتي كواجولنت ماده منعه لمين؟ التشنج. خلاص وبسيب الانبوبه كده فيرتيكال، هتلاقي مين اللي تقيل؟ اللي تقيل هيفير اللي هو الار بي سيز، واللي خفيف مين؟ البلازما. فالار بي سيز تنزل لتحت وتسيب مين؟ ارتفاع بقى البلازما. انا مش جاوب ار بي سيز، معظمكم بيغلط. اقول له سرعه الترسيب يقول لي المسافه اللي اترسبت فيها كرات الدم الحمراء. انا ماليش دعوه بالار بي سي، انا عيني على مين؟ البلازما. ارتفاع البلازما ده في المليمتر هو ده اللي صار بير اور، يعني خلال مين؟ خلال ساعه. خلال مين؟ ساعه. طيب يعني هي جت الفكره جت ازاي؟ انا مثلا لو قلت لكم ده عندي تيست تيوب وليكن مثلا، وعندي هنا مجهز ماده اسمها انتينين انتي كوجنت ماده ما بتتكلم. انا عندي في عندي البلاد ده اصلا يعني اختصارا يعني اقول بلازما وار بي سي. طبعا هو في وايت بلاد سيلز وفي مين؟ في بليتلت بس اللي هنتكلم عنها. و ريد بلاد سيل. الجرافيتي يا جماعه بتاع البلازما السبيسيف جرافيتي ال 1030 دي كام؟ 1000 وكام؟ 90. وبالتالي الار بي سي يا جماعه هي تبقى هيبر. هيبر يعني تقيله، تنزل مين؟ لتحت. مين بقى اللي تطلع فوق؟ بلازما. الهايت اوف كلير بلازما اون توب اوف ار بي سي ليفل بير اور. خلي بالكم التعليم ده ناقص يا جماعه. بير مين؟ ها؟ بير 1 اور. 1 اور يعني خلال ساعه. خلال مين؟ وعرفنا ايه الفكره بتاعتها؟ ايه البرنسبل؟ مبنيه من مين؟ ان مين اتقل من مين؟ الار بي سي اتقل من البلازما. سهله خالص ما فيهاش حاجه. طيب ماشي اوكي. طب بنعملها ازاي؟ التجربه دي بتتعمل ازاي يا جماعه؟ تقيس ار بنجيب الشخص ماشي؟ الاول بكون محضر تيوب انبوبه هي يبقى دي يا جماعه اللي هي تيست مين؟ تيست تيوب انبوبه انبوبه اختبار. وحاطط فيها انتي مين؟ طاقم انتي كو اجمل اللي هو مين مثلا؟ اللي هو الصوديوم اوكزاليت. خلاص ماشي.
في بقى تقول لك ليه مثلا ليه ما استخدمتش مش عارف صوديوم صوديوم سيتريت صوديوم سيتريت ليه ما استخدمتش وزاريتي مش عارف ايه مش تفاصيل كده ملهاش لازمه. وجبنا الشخص هذا الدراع اهوت وجيت عملت ايه بقى؟ ده الوريد اهوت خدت فينوس سامبل فينوس بلس سامبل عينه منين؟ دم الوريد الوريد ماشي خلاص ده السرنج اهيت سيرنج سيرنج خدت كام؟ خدت 2 مللي 2 مللي بلس. طيب الانتي كوبرين ده كام؟ قال لك 0.5 مللي. انا لو خدت النسبه يا جماعه ما بين الانتي كوبرين والبلاد او البلاد انتي كوبرين 4 ل1 يعني مثلا لو خدت 4 مللي يبقى الانتي كوبرين 1 مللي لو خدت 4 مللي يبقى الانتي كوبرين كام؟ 1 مللي ف2 ونص هي ضرب كاني خدت مين ها؟ 4 خدت 4 وده كام؟ 1. المهم البلاد بالنسبه للانتي كوابلنت النسبه تكون 4 الى 1. طيب بقى البلاد بقى يا جماعه جبت من السيرين ده وقلنا جايب مفرغينه فين بقى؟ مفرغينه في تيسيو خلاص وارجها يعني خلاص ماشي. في عندي انبوبه ثانيه بقى انبوبه خاصه جدا اسمها سيجمنتيشن تيوب ده سبيشال جرانيوليتي. الطريقه دي على فكره الطريقه اللي انا بقيس بها الايسر دي بنسميها فيستر جرين ميثود. فيستر جرين ميثود خلي بالك خلي بالك الطريقه الثانيه بتاع الهيماتوكريت كان اسمها وينترو 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 ده اسمه ايه؟ فيستر جرين. في بقى انبوبه بقى اسمها سيجمنتيشن تيوب دي انبوبه طويله هي الانبوبه دي يا جماعه تيوب دي مش الدايمتر بتاعها 2.5 ملم الطول بتاعها بيبتدي من زيرو مارك يعني في علامه اللي زيرو وتحت في عندي علامه اللي هي 200 ملم يعني الارتفاع بتاع التدريج الجراديويشن التدريج يعني بيبقى من زيرو لحد كام؟ 200 ملم. بنجيب دي بقى دي اسمها يا شباب دي اسمها سيجمنتيشن تيوب اسمها مين؟ سيجمنتيشن تيوب. السيجمنتيشن تيوب ديت بقوم مثلا تخيلوا دي سيجمنتيشن تيوب ماشي خلاص مفتوحه حاجه ودي يا جماعه ده الزير وهنا تحت فين مين؟ ال 200 بقوم انا جاي حاطط الايه؟ السيجمنتيشن تيوب دي احطها في تيست تيوب ادخلها جوه التيست مين؟ تيوب بعمل سكشن يعني شفط اشفط البلاد بس مش هشفطه يعني لحد ما يدخل في بقي في الفم يعني المهم فبنشفط نعمل سكشن لمين؟ للبلاد لحد مين؟ لحد المارج اللي هو مين؟ زيرو خلاص ماشي وبعد كده بالاندكس فينجر دوت اقوم جاي قافل مين ها؟ قافل الابر اند هتقول لي البلاد هيدلق انا الخاتم مش هيدلق خلاص طالما انت قفلته منين؟ من فوق ماشي ما دي انبوبه يا جماعه انت لو شفت كده البلاد هيدلق ويقعد وفاهم حاجه؟ المهم هقفل الابر اند بمين؟ الاندكس مين؟ طيب في عندي المفروض يكون عندي حاجه اسمها ستاند، ستاند اللي هو الحامي يعني. الستاند ده عامل ازاي؟ هو بيبقى حاجه كده ميتال يعني. انا ويليام حاجه. المهم في عندي البيت اللي هي القاعده يعني تحته دي بيبقى عليها طبعا انا ممكن اعمل الستاند ده يا جماعه اللي هو الحامل ده ممكن مثلا اعمل عليه مثلا 10 تجارب يعني يعني ناخد عينات من مين ها؟ من 10 مين؟ من 10 اشخاص ويكون عندي 10 مين؟ طاقوا 10 ايه؟ سيجمنتيشن تيوب وال 10 دول اوقفهم هنا اوقفهم التيوب فهنا تحت هنا في حاجه اسمها رابر ستوبر اسم مزيكي شويه روبر
رابر ستوبر. رابر ستوبر. ستوبر دي يا جماعه معناها سداد. ستوبر معناها مين؟ ستوبر. ستوبر في سداده كده حته مطاط ماشي تحت خلاص ماشي. وفي عندي هنا المفروض في زي الروف يعني وهكذا 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 اللي انا عايزها. المهم في هنا يعتبر بس دي مش واضحه في الشيت عندكم دي بسميها ميتال بروف. بروف يعني ايه؟ يعني هي حاجه معدن. حاجه معدن ماشي بس كل شويه يعني كل كذا سنتي تقوم جايه مين؟ طالعه لفوق مستقيم طالعه لفوق يعني هي ماشي ميتال اهو عادي وبعدين يطلع لفوق يعني زاويه كده. دي يا جماعه بنسميها جروب. جروب يعني تجويف. جروب يعني ايه؟ تجويف. فانت سيادتك السلمتشن تيوب ديت انت هتيجي تثبتها فين؟ تثبتها على الرابر ستوبر اللي هي السداده المطاط ماشي خلاص. والابر اند بتاعها تقوم جاي مثبته فين؟ في الميتال مين؟ جروب. يعني انبوب الانبوبه كده الانبوبه هنا بقى اصبحت عندها يا جماعه ده الانبوبه اللي هي مين؟ اللي هي السلمنتيشن تيوب. انا ماليش دعوه يا جماعه التيست تيوب دي الدور بتاعها انتهى. دي انا عملت فيها بس كوليكشن للبلاد مع الانت مين؟ وجيت بعد كده جبت السلمنتيشن تيوب اللي من جوه الطوله ديت وعملت ساكشن بلاد لحد مين؟ الزيرو. وبعد كده قفلت الابر اند. المهم وجيت ثبتها. ثبتها في الاستاند ده بقى اصبحت دلوقتي التيوب دي يا جماعه بقت بيرفكت. اثنين طيب تخيل بقى منظر الدم فيها بيبقى عامل ازاي؟ ما هو يعني انا مليتها دم يا جماعه مليتها مين؟ انا مليتها بلاد من عند مين؟ من عند زيرو ليفل لحد كام؟ 200. انا هصبر بقى عليها مثلا وليكن ده الزيرو وليكن ده خلاص الاقي الار بي سيز نزلت لتحت ده بعد ساعه بقى مرور مين؟ ساعه الاقي الار بي سيز نزلت في مين؟ حصل لها سيجمنتيشن سيجمنتيشن التفصيل وسابت مين فوق بقى؟ بلازما. الله بيدي اللي هو مين؟ البلازما. البلازما بقى المليمتر بقى يعني عشان بقى كام ملي؟ ما هو ده زيرو يا جماعه. انا مثلا 1 2 3 4 عندي كام مثلا واقف عند اللور ليميت بتاعها لحد قدم تحت واقف عندي او الابر ليميت بس عندي كام؟ 10 ملي 5 ملي المليمتر اسف وبالتالي الهايت وبلاد المليمتر بير ها بير اور هو ده مين؟ اليسار. ساعات في ساعات مش عايز ده برضه صعب عليك ساعات يقول لك ايه؟ خد القرايه بعد ساعه ماشي؟ خلاص؟ استنى كمان ساعه. استنى كمان مين؟ ساعه. بس لو استنيت كمان ساعه يبقى انت كده يبقى كده مر مين؟ مر ساعتين. القرايه الثانيه هتبقى بعد ساعتين وتقسمها على اثنين. يعني القراءه الاوليه والقراءه الثانيه بس هنقسمها على مين؟ على اثنين ونقسم ده قصدي نجمع ده زائد ده على اثنين كل في النهايه على مين؟ على اثنين. المهم طريقه معقده يعني قصدي بلاش فكر هي سهله هبله بس ما تفكرش فيها. انت خلاص قول لي بس ان انا بقيس مين؟ بقيس ارتفاع البلازما بعد مرور كام؟ بس سيبك بقى من ساعتين والكلام فاضي. طيب ماشي خلاص هي دي التجربه. التجربه سهله جدا خالص. بجيب تيست تيوب بكون محضر فيها انتي كواجولان اللي هو سودم ستريت مثلا وبجيب فينوس بلاد سامبل عن طريق السيرنج ولازم نسبه البلاد الانتي كواجولان تكون 4:1 وبعد كده بجيب سيلمنتيشن تيوب ديت وادخلها جوه تيست تيوب واعمل ساكشن بلاد لحد زيرو ليفل وبعد كده دخل سيلمنتيشن تيوب فيرتيكال ثبتها فين؟ حاجه اسمها ستاند حامل دوت خلاص؟ لمده قد ايه؟ او راك برضه يعني حامل او رف المهم لمده 1 hour بعد كده نشوف ارتفاع مين؟ الكلير بلازما ان مليمتر كده نورمالي عشان نسهلها خد اختار اي ارقام يعني نورمالي ما بين 0 وما بين 10 اي رقم في المدينه و10 ده كويس. لو الاي صار يا جماعه زاد عن 10 ملم لا يبقى كده في ارتفاع في مين؟ الاي صار. فهو نورمالي انا كاتب رقم سهل عندكم بالنسبه للميل
ما بين 0 الى 4 ملم، ما بين الفيميل ما بين 4 الى 8 ملم. يعني دايما مين صار في الفيميل بيبقى ايه؟ اعلى شويه علشان بقى الميزات. البنت غير الولد المنستريشن حاجه. طيب والهرمونات نيجي بقى للسؤال النظري بقى، ايه العوامل التي تؤثر على الاي اس ار؟ انت الاي اس ار دي اللي هي ايه؟ بتزيد. عارفين ان الاي اس ار بتزيد؟ معناها البلازما مين ها؟ تترسب اكتر. بتزيد مين؟ بتزيد بلازما. وفي حالات بس حالات قليله قوي نلاقي الاي اس ار يا جماعه بتقل ما ايه؟ بس هي غالبا يا اما نورمال يا تزيد، يعني دي المشكله، يا اما مين؟ نورمال يا تزيد. تعالوا نشوف ايه العوامل اللي ممكن تزود مين؟